معكم خليل بولحسن، رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش. إذا كيف تلاحظوا معنا، هذا تقريبا أول مركز تاع الإيواء الذي تم إنشاء وحدته مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب إقليم مراكش. والطاقة الاستيعابية ديالو قرابة 1000، وتيقدم واحد المجموعة ديال الخدمات. أولا المبيت، يوفر المبيت يعني، ويوفر الإطعام، وجبات دائمة، وجبات رئيسية، الفطور، وجبات الغداء، وجبات العشاء، وتقدم خدمات أخرى، خدمات صحية. كاين تطبيب، بحيث كاين معنا وحدة متنقلة، وكان عندنا وحدة متنقلة ديال المستعجلات كذلك للتدخل في الحالات المستعجلة والحالات يعني التي تحتاج إلى نقل على وجه الاستعجال، مستشفى متخصصة يتم نقلها. يعني هذا المركز هذا هو من إحداث المجلس الجماعي، وبطبيعة الحال تحت إشراف السلطات المحلية التي تشرف على هذه العملية بأكملها في جميع الأقاليم التي تضررت جراء الزلزال. وتم إحصاء هذه العائلات، تم الإحصاء ديالهم. كاين لجان تقنية اليوم اللي كتمر من أجل إحصاء المنازل ديالهم وتصنيف نوع ديال الضرر، واش الهدم ولا تصدعات، للاستفادة بطبيعة الحال من برنامج الملك الاستعجالي الذي خصص في الحال 30,000 درهم للأسر المتضررة، و 80,000 درهم بالنسبة للمنازل المتصدعة، و 140,000 درهم بالنسبة للمنازل المنهارة. كذلك على مستوى هذا المركز تم إحصاء التلاميذ اللي انقطعوا على الدراسة بسبب انهيار المؤسسات التعليمية ديالهم. تم إحصاؤهم بتنسيق العرضاني اللي تذكرنا عليه مع جميع القطاعات المتدخلين، خاصة مع وزارة مع المندوبية ديال المديرية ديال التعليم الإقليمي. وتم إحصاؤهم للتفكير في خطة استعجالية للحاقين بالمدارس التي لا زالت صالحة ويمكن أن تستقبل التلاميذ. هذه الفجأة تنشوفها فارغ بثنا وقلبت لنا الحياة ديالنا. 180 ضرر كنا غايبين، غاديين بواحد التلاف تا ولينا بواحد التلاف. باش نقولوا الله يجعل البركة في سيدنا، الله يجعل البركة للمنتخبون، الله يجعل البركة للجمعيات قايمين بالواجب ديالهم، مهلين فينا، واكلين، شاربين، الحمد لله، ما خصنا حتى شي خير، أمور غادية درجة بدرجة الحمد لله. ولكن الحاجة اللي تنعانيو منها وقلة النوم. هاد الناس هاد الله يسامح لينا وياهم، هاد الناس هادو خاص تولد لنا معاهم شي حاجة. هاد الناس هادو راه ما تيخليوناش نعسو، أنا بالحكم ديالي الزار كنفيق بكري، ما تيخليوناش نعس، تيتكرسو علينا هاد الناس هادو، ما كاينش التنظيم، حنا بعدا خصنا حنا اللي نخدمنا، وأنا لا ما تنكذب، تنقول اللي كاينة، فاطمة الزهراء الله يجازيها بخير، باش تبغيت ندير ولا شي حاجة. تجي عندنا طلع لنا الدواء، انتم تشوفوا الماكلة، راه انتم تشوفوا سيرة الثورو، ما خصنا حتى شي. ولكن تنعانيو من قلة النوم، المأوى ديالنا حنا بغيناهم يصرفوا لنا بالمأوى ديالنا، وحيدوا عندنا الحيوط اللي هي مشكلة عندنا خطر، انها قنابل موقوتة قابلة للانفجار اي لحظة. حنا راه ما تشكينا من شي حاجة وما قلنا شي حاجة، حنا بغيناهم غير يصرفوا لنا المأوى ديالنا. حنا هما قاولنا فعلا وعاطينا المخزن وعاطينا كل شيء الحمد لله، ولكن تنهانيهم بعدهم راه ما غاديش نسميك شي بعد الناس متخلفه بعقلها وضراتنا في النفسيه ديالنا، وما الناس هما راه شاهدين، اما تنعسوش، اما خصنا هاد الناس هادو ما احترموه. راه الدوله دارت معنا فوق المستطاع، راه زعما راه ما نكذبش عليك، راه تنهاكر لهاد الناس هادو ولا لهاد المنتخبون ولا رجال الامن، راه ما نكذبش عليك، راه مالين فينا من المزيان، ولكن حنا ما منطمينش. الحمد لله، جاو عندنا الجورنا، راه نقدم جا عندنا الجورنا، راه ما كاينش يقول لك شي واحد كذا، حنا ما منطمينش. السلطه راه الناس متصنتة الخطاب اللي قال سيدنا الله ينصرو، راه متصنتة له ومطبقة بالحرف الواحد، ولكن حنا راه ما منطمينش. راه ما منطمينش هاد الناس هادو واش كيقلبوا على شي حاجه لبلادنا، ما عرفتش. حنا راه الحمد لله راه ماشي كاين حتى شي حاجه، انا راه مريض بالسكر، راه الحمد لله الدواء ديالها تنمشي طلقها تما لا انا ولا ولدي، ما كايناش شي حاجه تنعانيو منها. والله يجازيكم بخير، والله ينصر سيدنا، والله يوفقوا اللي هو اللي بها الخير. حنا بغينا غير الحيوط ديالنا يحيدوا عنا ذاك الخطر، منازلنا راه مهدده، ولا ممكن تمشيو تصوروا تشوفوا بعينكم كيف تنعيشوا حنا
وحتى الاطفال اللي كانوا تيلعبوا راه ما بقاوش يلعبوا تما، راه والو ولينا معتزلين. الله يجزيكم بخير، حنا بغينا التسريع، ردوا لنا المأوي ديالنا، راه ولينا تنتعرضوا لهنا بزاف التحرشات، راه كاينين هنا مرتي وكاينة بنتي وكاينة حي الحي اش من حي كلشي في موادنا كاينين. اش من حي انت؟ انا حرس الصورة ضرب البارود رقم 35. الله يرحم الوالدين. شنو هو النداء ديالك والرسالة؟ النداء ديالي يسرعوا لنا يردوا لنا المنازل ديالنا، راه هنا راه الناس هنا راه كاينين عندهم كل وتقريبا هنا راه كاين واحد الممارسه تتمارس علينا هنا من طرف المواطنين اللي تيقولوا هما ضروري، راه دارينا راه مدتو لها، الله يجازيهم بخير. الله عندك ما نكتبش عليك، راه قايلين شتي البارح هاد الناس هادو راه مسهرين ومكرفسين عليهم. كاين اب شرطي واش هما مدفوعين؟ واش مدفوعين باش يديروا لنا في بيتنا ولا نوضوا في حياتي مع الامن؟ وانا راه صح اخويا من 2000 عائله. اي هي اخرى كاينه 900 ونقول لك بحق الله العظيم شنو هما الواجبات اللي تقدموا لكم؟ واخرى الواجبات نقول لك تقدموا لنا حتى تولد يخرجوا عباد الله معاهم الواجبات. راه كاينين الناس تيجيو هنا تيدور الو جا راه كاين واحد العشاء من برا جا راه كاين كذا تيجي تياكل وتيخرج تيجي. علاش؟ وما عندوش غرض من علاش؟ علاش؟ وفي الاخر تيروح تيقول اه انا ما دارش معنا اه احنا ما دار تقول اخرى قايمه كما ينبغي اكذب عليك كذاب. حنا اللي صنعوا لينا الله يرحم الوالدين. علاش؟ راه بطنو راه بحال البارح معايا ولدي ومعايا ولادي يقول لي انا راه تقريبا ولاد الدريبه كلها ما تنعس انا 10 ولاد اختي نوض وتخرج الامور على الستاره ويقول هذاك بوالحياه راه نوض لينا الصباح راه غادي نولي مدابزين مع بعضياتنا. المخزن راه ولا الناس ولا المخزن تصور المخزن ولا تيتساعد معانا وانا المخزن تساعد معاك قلت عليك بوبو وانا المخزن مساكن ما تينعسوش وختي مولاك في الله الا رجال الامن اللي ما تينعسوش ولا تيديروا معانا هناك وراه بزاف حنا راه ديال القمعه ديال العصا راه خص المخزن يخلي يضربونا نكذب عليك خص المخزن يضربنا الله يرحم والدينا كلشي الله يرحم والدينا خويا